الحمد لله بالامكانيات اللي عندي ودرت ميداليه ذهبيه وفضيه، فرحت الشعب الجزائري، فرحت العائله نتاعي، فرحت صحابي. مالغري ضعف لي موان اللي كانوا عندي في المرحله الاخيره، المدرب ما كانش معايا. الحمد لله كنت مع المدرب عبد الميلود محمد في مغنيه مده 3 شهور ما يخفاش عليكم. الحمد لله هكا تجاوزت المراحل اللي كانوا عندي. نشكر الحمد لله تجاوزت المراحل اللي كانوا عندي وتحققت ميداليه ذهبيه. نشكر الوالده نتاعي اللي كانت توجد لي في اوروبا في رمضان وكاع واليامات الاخرين، كاع اللي عاونني وساندني لا بغا بكلمه واحده. مستوى عالي على بالي بها انايا، وحنا ما كناش باغي نوقعوا في هذا الفخ. لو كان حضرنا كما ينبغي الحال ما كنت تحصلت على 2 ذهبيات، علاش؟ لكن واحده ذهبيه واحده فضيه فيها خير ان شاء الله. قادم افضل ان شاء الله، العب اولمبيه تاع باري ان شاء الله، نديروا ميداليه اولمبيه ان شاء الله. المطالب تاعي مش حاجه كبيره، حطيناها في مينيستير ان شاء الله توفر المستقبل القريب ان شاء الله.